مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مآذن الوسطية. في هذه الحلقة سنتوقف بمدينة ليج البلجيكية لمتابعة ومواكبة بعض أنشطة الجمعية الإسلامية والثقافية لأنس. تفيد الأبحاث الأركيولوجية أن الإنسان القديم مر من منطقة ليج قبل أزيد من 50,000 سنة، لما كانت تضمه المنطقة من صيد وفير بمياه نهر راميز وطرائد كثيرة بغابات المنطقة. لكن أول استقرار بشري بهذه المنطقة سيبدأ حوالي 5,000 سنة قبل الميلاد. في القرنين الأول والثاني ستظهر بالمنطقة أولى البنايات الرومانية في ساحة سان لومبير. في القرن السادس الميلادي ستبنى قرية في ساحة سان لومبير على أنقاض البنايات الرومانية، وكان ذلك على يد الأسقف مولولف الذي أعجب بالمنطقة عندما كان متوجها من دينو إلى ماستريخت، وتنبأ أن هذا المكان سيصبح مدينة قوية. وبعده جاء القديس لومبير بعد قرن ونصف، والذي كان يحلو له أن يستريح في ليج والقيام بخلوته الدينية، لكنه قتل في ليج وبدأت وفود المسيحيين تزور مكان القتيل، فقرر الأسقف أوبير بناء كنيسة نقل إليها رفات الأسقف لومبير. وهكذا ستصبح ليج مدينة كبيرة ومقرا للكاثدرائية بدل ماستريخت. لكن العصر الذهبي الذي ستعيشه ليج كان في عهد الأسقف نوجير، حيث ستصبح عاصمة دولة وإمارة بابوية اغتنت بعطايا القادة الجرمان. في خضم ثورة ليج تقرر في فبراير 1793 هدم كاثدرائية سان لومبير على اعتبار أنها تجسد استبداد النظام، لكن هذا الهدم سيأخذ مدة طويلة. الديوسيس دو ليج a été fondée déjà au 4e siècle et je suis le 92e évêque de Liège. تأسست أسقفية ليج في القرن الرابع، وأنا الأسقف 92 لهذه المدينة، وأول أسقف كان سان سيرفيت في القرن الرابع. واشتهرت المنطقة عندما قتل أسقف سنة 696 ميلادية وهو لومبير الذي أعلن قديسا، القديس لومبير، والذي أصبح رمزا لأسقفيتنا في ليج. هذه الأسقفية معروفة في التاريخ لأن الأساقفة كانوا أمراء، كانت لهم الإدارة الترابية، كان لهم قصر ويديرون الحكومة، وهذا القصر لا زال موجودا في ساحة سان لومبير، وهو يستعمل كقصر للعدالة ومقر للعامل. هنا كنتواجدوا هنا في لا بلاصة لومبير اللي كتمثل المركز ديال المدينة، وفي الخلف ديالي كاين ما يسمى بقصر الأمراء القسيسون، لو بالي دي برانس ايفيك، اللي كيف هو معلوم ان مده قرون مدينه ليج كانوا تحكموها هاد لي برانس ايفيك، وهذا ما يسمى بالقصر ديالهم. دابا هذا القصر هو قصر عداله، وفيه القصر الاقليمي، يتواجد فيه عامل الاقليم لو غوفرنور دو لا فيل دو ليج. على اليمين كاين ساحه اخرى، لي ساحه مشهوره هنا في مدينه ليج اللي هي لا بلاس دو مارشي، وقدامها لوتيل دو فيل اللي تنظم فيه كل شيء، الحفلات والاعراس ديال اللي كتنظمهم المدينه. ويوجد فيه ما يسمى بلو بيرون، لو بيرون اللي هو لو سامبول دو لا فيل دو ليج، الا شفتوا لو درابو ديال لا فيل دو ليج، لو بيرون كاين فيه في الوسط ديالو. هنا ساحه سان لومبير كانت توجد فيها في القرن قبل القرن الثامن عشر، كانت هناك كاتدرائيه، كانت كاتدرائيه سان لومبير. الا شفتوا كاينين لي بيلي ديالها راهم باقين، وكان ريفراندوم بعد استفتاء المواطنين تم الهدم ديالها سنة 1795، وكل الحطام كله استعمل لإغلاق المجيء ديال الواد لوسط المدينة. هنا لاموز كانت هي وسط تحت البوليفار دافروا، لو بارك دافروا، تم الإغلاق بهذاك الحطام ديال هذيك الكنيسة. وكل المآتر ديال المدينة توجد في هاد الساحة، من هنا حتى سميتو لو ميزي كورتيوس لو بون ديز ارش وباقي المدينه من الجهه الاخرى ديال الواد. ها
هذه هي كاثدرائية سان بول التي تعتبر تراثاً دينياً لمدينة لياج، تم تأسيسها في القرن العاشر الميلادي، وأعيد بناؤها ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، وتم ترميمها في القرن التاسع عشر، وأصبحت كاثدرائية بعد هدم كاثدرائية سان لامبير سنة 1795. احنا الآن متواجدين في كاثدرائية سان بول، كاثدرائية اللي دشنت في القرن التاسع عشر وتم البناء ديالها لمدة 4 قرون من القرن الثالث عشر للسابع عشر، وأخذت صفة كاثدرائية بعد هدم كاثدرائية سان لامبير في 1795. تعتبر كاثدرائية سان بول تحفة معمارية في قلب مدينة لياج، وتجسد قيم التعايش والأخوة. اليوم صادفنا تنظيم قداس خاص بالجاليات الأجنبية المقيمة في لياج. Nous commençons aujourd'hui une messe spéciale avec les communautés étrangères. نبدأ اليوم قداساً خاصاً من أجل الجاليات الأجنبية التي تأتي من مختلف أنحاء العالم، وهذا يمنحني السعادة للقاء بهم، فهذا يوم معمودية المسيح، إذن هو يوم عيد للجميع. الأسقف جان بيير ديلفيل يلح في كلمته على إشاعة قيم المحبة والتسامح والعيش المشترك في عالم أصبح مطبوعا بالكراهية والتطرف، ويدعو أسقف لياج باستمرار إلى حوار الأديان. C'est très important d'avoir un dialogue interreligieux. مهم جدا أن يكون هناك حوار بين الأديان في أسقفيتنا، ومنذ مجيئي خلقنا لجنة من أجل الحوار بين الأديان مشكلة من مسيحيين مستعدين للحوار ولديهم كفاءة في مجال العلاقات مع الديانات الأخرى وخاصة مع الإسلام. بالنسبة لي مهم جدا أن يكون لنا حوار مع المسلمين، وكانت لنا في أسقفية لياج فرصة اللقاء بانتظام بين المسيحيين والمسلمين. مثلا في كل سنة ننظم جميعا مسيرة من أجل السلام، وتكون في فاتح يناير، ونحمل مشاعل من أجل السلام في العالم. durant le Ramadan nous faisons un repas ici à l'évêché d'iftar. وخلال شهر رمضان ننظم إفطارا هنا في الأسقفية، وأدعو فيه الأئمة ورؤساء المساجد في لياج لتناول الإفطار جميعا هنا في هذه البناية. إذن هي لحظات مهمة أصبحت مواعيد سنوية، وخلال هذه اللقاءات تنشأ علاقات شخصية حيث تكون لنا فرصة اللقاء بالأشخاص مباشرة وتقاسم حوارات خاصة ومنفردة. إذن مهم جدا في إطار اللقاءات الموسعة أن تكون هناك لقاءات خاصة وفردية. d'établir aussi des contacts plus privés, plus individuels. مبدأ الحوار ونشر قيم المحبة والتسامح والتعايش هي في قلب عمل المركز الثقافي الإسلامي في بلدية أنس. يبدو ذلك واضحا من خلال دروس الوعظ والإرشاد والمحاضرات والندوات التي ينظمها المركز باستمرار، إضافة إلى برنامج الأبواب المفتوحة. قمنا بأبواب مفتوحة، وهذا الباب المفتوح قمنا به العلم لله يعني في 2016، لما خانتنيش الذاكرة، كان يعني أنه عمل جد جد ممتاز. أبواب مفتوحة قام بتنظيم ديال هذا المركز الثقافي يعني كمنسق، ولكن كانت ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية والمركز الإسلامي، بحكم أنه هذا تخصص واحد اليوم لتكون فيه الزيارات على هذه الأماكن، أنه فوج من المسلمين يذهبون إلى الكنيسة البروتستانتية، وبعد ذلك يمر إلى الكنيسة الكاثوليكية، وبعد ذلك يأتي إلى المسجد، وكذلك بالنسبة للكاثوليك يأتون إلى الكنيسة. كان عمل جبار وعمل ممتاز. وفي الأخير يعني في آخر النهار اجتمعوا جميع الإخوة الأسقف وال يعني الممثلين ديال الكنائس إلى آخره، اجتمعوا عندنا في المسجد، وكانت يعني جلسة حضرها على ما تذكر القنصل العام ديال المملكة المغربية كذلك، وبعض الإخوة العاملين في القنصلية، وكان حضور يعني متميز المجموعة ديال الساكنة ديال أنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زهوف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا في مسجد السنة يتلى كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. يحرص المغاربة على تلاوة الحزب الراتب مرتين في اليوم كما في جميع المساجد المغربية. تلاوة الحزب الراتب توارثها المغاربة أبا عن جد منذ قرون، وهي مدرسة حفظ فيها القرآن الأمي والطفل الصغير. رغبة كبيرة تحذو المغاربة لحفظ القرآن الكريم، لذلك سطر إمام مسجد السنة برنامجا لتحفيظ القرآن للراغبين في ذلك. البرنامج مفتوح لكل الفئات العمرية، وطريقة التحفيظ مغربية صرفة، وتعطى أهمية خاصة للشباب والأطفال. فالإمام يريد تهيئة جيل حامل لكتاب الله من أبناء المغاربة الذين ولدوا وتربوا في ليج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. لا يقتصر دور الإمام على الصلوات الخمس وتحفيظ القرآن الكريم، بل له أدوار متعددة، فإليه يرجع أبناء الجالية المغربية للاستشارة بخصوص أمور دينهم ودنياهم. الحمد لله، نحن في هذا المسجد المبارك الطيب، فالإمام يقوم بدوره كدور الإمام لا شك في المغرب، أن يقوم بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة الجنائز وصلاة التراويح، وكذلك حصتين في الأسبوع على الأقل ديال الدروس أو أكثر، يعني في المناسبات الدينية كعيد المولد مثلا أو في الإسراء والمعراج، على حسب الظروف على حسب المواسم، يعني كيكون الأسبوع عامر مثلا، يعني بالإخوان عندهم المناسبات، كيكون الأعراس أو كتكون يعني الزيادات ديال الإخوان، وكيكون الكلام على حسب الظروف وعلى حسب ما يكون يعني في المجتمع أو ما يهم يعني الجالية الإسلامية. ولذلك يعني يقال كما يقال، يعني لكل مقام مقال، نمثل الإسلام ديالنا والوطن ديالنا في هذا البلد، لأن الناس لا ينظرون إلى صورنا وإلى أجسامنا، وإنما ينظروا إلى قلوبنا وأعمالنا. فالإسلام ليس الإسلام يعني كما يقال الإنسان الإسلام غير كذا، ولكن الإمام يقوم بواحد الدور مهم جدا، وأيضا كذلك يقوم بالإصلاح بين الناس إذا كان يعني الخصام بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الجماعة والجماعة إلى ذلك. تحرص الجماعة على حضور صلاة الجمعة، فهذا اللقاء الأسبوعي هو مناسبة لشحن بطارية الإيمان واللقاء بالإخوة والأصدقاء من مختلف الجنسيات. تنظيم محكم لموقف السيارات لتسهيل دخول وخروج المصلين.
يجد المصلون عند مدخل المسجد تمرا وحليبا لتذكيرهم بأنهم في ضيافة الرحمن. Eh bien, beaucoup de gens, le pourcentage est grand, beaucoup de gens vivent malheureusement la peur du lendemain. يحرص الخطيب على تناول المواضيع التي تهم الناس في واقعهم اليومي. الجالية المغربية على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم كباقي عندها واحد الصلة قوية بالإمام ديال المسجد وكتعتبر الأب الروحي ديالها، فكثير من الأدوار اللي كيقوم بها ما عندوش علاقة بإمامة المسجد، مثلا زيارة المرضى، مثلا التدخل إذا كانت بعض المشاكل الاجتماعية قبل ما توصل إلى مرحلة لا عودة، وكذلك زيارة المرضى، العلاقة ببعض الإخوة اللي كانوا كيصلوا ومشاو مشينا نقلبوا عليهم باش ردوهم، كان شي إشكالية داخل الجامعة كنحاولوا نحلوها عن طريق الإمام، لأنه بقى عنده ديك السلطة الروحية الحمد لله. يضع المركز الثقافي الإسلامي بأنس أطرا مغربية كفأة لتقوم بعملية تأطير أبناء الجالية المغربية، وللنساء حظ كبير من هذه الأنشطة. عندنا أنشطة كثيرة في المسجد، كيكون لقاء مثلا أسبوعي كيجمعوا فيه الأخوات فين كنعطيو مواعيد دينية لفهم الدين الإسلامي حتى نتعايش مع مجتمع اللي متعدد الثقافات ومتعدد فيه متعدد الديانات، خصنا نفهموا الدين ديالنا باش كنمثلوه بأحسن تمثيل، وحتى تجديد الخطاب الديني حتى يكون عنده واحد التسامح مع الآخرين. طموح نساء أنس كبير جدا ولا تسعه حدود بلجيكا، لذلك تقوم هؤلاء النساء بمبادرات إنسانية لمساعدة أخواتهن في بلدان عديدة. الأعمال اللي كنقوموا بها خارج المسجد وخارج المركز هي أغلبية كتكون هذه الأعمال أعمال اجتماعية إنسانية، ولينا كنديروا حفلات وكنعاونوا الاخوان في فلسطين، الاخوات ديال لياج راه عندهم بئر نساء لياج في غزه ما شاء الله، وكنديروا مع المغرب دار اليتامى كنعاونوا في المغرب، والاخوات ديالنا اللي في المغرب اللي عندهم سرطان حيت التكاليف ديال لاشيميو كتكون تكاليف زعما جد باهظه، ما عندهمش بسكنه الامكانيات، كنصيفطوا لهم كنعاونوهم، وكنديروا سميتو هذه عامه درنا الختان، درنا في الدار البيضاء الاولاد الصغيورين درنا لهم الختان، وعندنا زعما كنديروا بزاف في هذه المشاريع الخيريه الانسانيه. هذا البعد الانساني يترك اثرا طيبا في نفوس غير المسلمين ويدفعهم للبحث في قيم الاسلام. Alors je suis converti en fait depuis plus ou moins 5 ans. اعتنقت الإسلام منذ حوالي 5 سنوات، كنت كاثوليكية ومارست الديانة الكاثوليكية، ولكن كنت أطرح على نفسي أسئلة كثيرة، لم أكن أفهم أشياء عديدة، فكرت كثيرا وقرأت كتاب موريس بيكاي الإسلام والإنجيل على ضوء العلوم المعاصرة، انتبهت إلى أن الإسلام هو تتمة رسالة عيسى عليه السلام، فأسلمت بعد هذا لأني كنت دائما أبحث عن الله وكنت دائما أحب الله. أسرتي الكاثوليكية لم تفهم جيدا ما وقع، ولكنها اليوم تقبل الوضع. أبي رجل مسن وأنا أسكن معه حاليا، هو يذهب دائما إلى الكنيسة ويأتي معي خلال عدة أنشطة بالمسجد، أنا أعلم أنه أبدى معي تعايشا كبيرا، أما أبنائي فلا يزعجهم إسلامي، وفي العمل الجميع يعلم أني مسلمة، وطلبت أن يسمحوا لي بالصلاة في مكتبي ولم يطرح هذا أي مشكل. أحيانا يقع توتر بيني وبين بعض زملائي، ولكن أبادر بالابتسامة ولا أتشنج فتمر الأمور بسلام.
المركز الثقافي الإسلامي في أونس ليس جزيرة معزولة، بل ينسج القائمون عليه علاقات مع مختلف جمعيات المجتمع المدني ومع سلطات المدينة. الجالية المغربية هي ثاني جالية في بلدية أونس بعد الإيطاليين الذين يبلغ عددهم 1250 إيطالي، في حين يصل عدد المغاربة المجنسين هنا إلى 321 مغربي، وتجمعنا علاقات طيبة مع المغاربة، ويتجلى ذلك في مختلف المناسبات. فقد احتفلنا السنة الماضية بمرور 50 سنة على هجرة المغاربة إلى بلجيكا. في كل مرة عندما تريد الجالية المغربية أن تنظم تظاهرة ثقافية فنحن ندعمها، كما حصل منذ 4 سنوات حين نظمنا مهرجانا تضمن لوحات الفروسية المغربية، وكان ذلك رائعا للمشاهدة والمشاركة. عندما جاء الجيل الأول من أبناء الجالية المغربية حمل معه ثقافة وقيما ساهمت في إثراء الحياة الاجتماعية البلجيكية. Toutes les formes de différence sont une richesse, qu'elles soient à un moment donné culturelles, religieuses ou autres. كل أشكال الاختلاف هي غنى ثقافي وديني وغير ذلك. أعتقد أن الجالية المغربية، وبغض النظر عن جانب الطبخ حيث إننا نرغب جميعا في وقت من الأوقات تناول الكسكس في مختلف المطاعم المغربية الموجودة هنا، الجالية المغربية لها ثقافة تتزاوج بشكل جيد مع ثقافتنا فيما يخص تصور نمط الحياة. تاريخيا هناك طلبة مغاربة درسوا هنا وحملوا معهم قيمة مضافة حقيقية. يعمل المركز الثقافي الإسلامي بأونس بتعاون مع السلطات على محاربة كل أشكال التطرف من خلال البرامج التي يتم إعدادها، وأيضا من خلال خلية للشرطة متخصصة في تحديد أشكال التطرف. على مستوى الشرطة في أونس خلقنا خلية لتحديد أشكال التطرف الذي يمكن أن يقع، ومنذ حوالي 4 أو 5 سنوات علي أن أقر أنه لم يتم تسجيل أي حالة داخل تراب بلدية أونس أو في الضواحي. أعتقد أن الوسائل الثلاثة الكبرى للاندماج هي السكن والعمل للكبار والمدرسة للصغار. وعلى هذا المستوى فإن الأمور على صعيد بلدية أونس تسير بشكل مرضي، وأنا سعيد بذلك، فهناك احترام وتعايش بين مختلف الجاليات التي اندمجت مع مرور الزمن بشكل جيد. أتحدث هنا بالخصوص عن الجالية المغربية. استطاع المركز الثقافي الإسلامي بأونس أن يكون جيلاً من الشباب منفتحاً على محيطه من خلال برامج دينية وثقافية ورياضية. فالمسجد يتوفر على ملعب لكرة القدم، ويتم تنظيم دوريات تضم مختلف الجمعيات والمراكز من أجل التنافس والتعارف بين الشباب وإشاعة قيم الاحترام والأخوة والتعاون. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من برنامج مآذن الوسطية والتي قدمناها لكم من مدينة ليج البلجيكية. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.